اهلا وسهلا باحلى متابعين في الدنيا، متابعين قناه لمسه من ايديكي. وزي ما وعدتكم ده الجزء الثاني من فسحه مطروح او من رحله مطروح. هنشوف جوه الفيديو النهارده حاجات جميله قوي ومناظر ممتعه جدا واماكن للفسح وطرق للفسح حلوه قوي قوي قوي. خليكم معايا، اتمنى تعملوا لايك للفيديو، واتمنى اللي ما اشتركش في القناه ينزل يعمل اشتراك ويفعل الجرس على الكل علشان يوصل له اشعار بكل جديد. ودي اول حاجه معانا في الفيديو هي فسحه الباخره، ودي جميله جدا وممتعه جدا والجو بيبقى فيها حلو قوي، وبجد يعني كلنا بنبقى مبسوطين قوي في الرحله دي. بنشوف شكل البحر كده واحنا ماشيين، واللانشات بتبقى ماشيه جنبينا، وبنشوف الشواطئ من على بعد وشكل الميه. بصوا لانش شكله حلو قوي، بتبقى بجد ممتعه. وهنا كمان ممكن بعد الباخره لما بتمشي شويه بتقف حوالي ساعه كده في الميه، اللي عايز ينزل البحر بينزل، بيبقى لابس لايف جاكيت. ما تخافوش طبعا على لو عندكم اطفال او ولاد صغيرين او انتوا، ما تخافوش، بتبقوا مؤمنين يعني لابسين لايف جاكيت ومعاكم عوامه. بتنزلوا بقى الميه بتبقى نقيه ونظيفه جدا، زي ما انا قلت لكم في الفيديو الاولاني، هي الميه على الشط وجوه يعني كلها بصراحه نظيفه ونقيه جدا وحلوه قوي قوي. بجد بتبقى فسحه جميله، استمتعنا جدا كلنا. دي بقى لقطه من كنا برضو يعني اتفسحنا في اللانش ده كده واحنا راكبين لانش، بس انا مش صورت لكم فيه كتير لان هو بيجري بسرعه رهيبه بصراحه، وخفت الموبايل يقع من ايدي وانا بصور، بس بتبقى حلوه جدا برضو. بيعدي على شواطئ كتير كده، برضو جبت لكم لقطات كده من بعض الشواطئ يعني من على بعد كده او من بعض البلاجات. هنا بقى هندخل شاطئ كليوباترا او حمام كليوباترا، ده بجد في منتهى الروعة، في مناظر واماكن تحفة. وزي ما احنا شايفين هي دي الدخلة، في تمثال في اول المدخل للملكة كليوباترا، وفي اماكن خضراء، في اماكن اهي للقعاد ممكن لو تعبنا من المشي نقعد فيها، وشكل المية قدامنا بيبقى حلو قوي. بجد المكان هناك عاملينه حلو جدا، فسحة رائعة واماكن للتصوير جميلة جدا زي ما قلت لكم برضو في الفيديو الاولاني. بصراحة مرسى مطروح كلها المناظر اللي فيها خلابة والطبيعة اللي فيها بجد تشد، شكل الصخور في المية ده لوحده كده بجد بالنسبة لي انا ممتع جدا، واكيد بالنسبة لكتير نفس الحكاية. وشكل المية كمان حلو، وشفنا الاهرامات اللي عدت دي عاملين برضو شكل اهرامات كده، يعني بيفكرنا شوية بقدماء المصريين، وعشان كمان ملكة كليوباترا وكده. شايفين شكل الصخور حلو قوي تحفة، وشكل المية وهي بتضرب في الصخور ده شكل يجنن. الجو هناك رائع والمناظر بجد طبيعية وخلابة جدا. بجد مصر جميلة ومليانة مدن جميلة وشواطئ أجمل، ومطروح بالذات زي ما أنا قلت لكم في الفيديو الأول، أنا أول مرة أروحها لكن بجد استمتعت بيها جدا، ومش هتبقى آخر مرة، بالعكس يعني لازم إن شاء الله نطلعها على طول. وكمان شكل الجبال من الناحية التانية والصخور في الجبال فيها أشكال حلوة قوي تشد كمان برضو للتصوير زي ما بقول على طول. كل مكان هناك يعني كل متر كده يعني حلوة قوي، كل متر ينفع تتصوروا فيه وممتع وحلو، والجو هناك رائع والمية صافية جدا. يعني احنا شوية كده هنشوف، حتى لو الصخور بتبقى غامقة يعني لونها بيبقى غامق شوية، لكن المية جنبها وبتعدي من جنبها وتخبط فيها المية نقية جدا ونضيفة جدا جدا. المكان هناك هادي وجميل ورائع وممتع. هسيبكم شوية كده يعني مع الفيديو، وبعدين لو في حاجة للشرح هقولها لكم. احنا دلوقتي بس هقول لكم الاول، احنا دلوقتي داخلين على الممشى الزجاجي او الكوبري الزجاجي. الكوبري الزجاجي ده بيدخلنا على الصخرة الكبيرة اللي فيها موجود حمام كليوباترا اللي كانت الملكة كليوباترا بتيجي تستحمى فيه. هنشوفه بالتفصيل زي ما قلت لكم. بصوا المية نقية ازاي، بصوا هي على بعد من الموجة لما بتيجي، بس المية نظيفة ونقية ازاي. بجد المية هناك تحفة جدا. سيبكوا بقى شوية لغاية ما ندخل على المدخل الممشى الزجاجي،
وبعدين هشرح لكم بقى بالتفصيل. بس ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وشير عشان كل اصحابكم يشوفوا المكان ويتبسطوا بيه، كمان يتشجعوا انهم يروحوا مطروح. واتمنى اللي ما اشتركش في القناه ينزل يعمل اشتراك ويفعل الجرس على الكل عشان يوصل له اشعار بكل جديد. احنا كده دلوقتي في اول الممشى الزجاجي. في الاول زي ما شايفين الكوبري كله معمول من الازاز شفاف، يعني شايفين ايه تحت. بتعدي طبعا الميه لما بتيجي او الموجه لما بتيجي عاليه بتنزل وتمشي تحت الكوبري، بنبقى شايفينها وهي ماشيه تحتينا. هو الكوبري مش بيبقى عالي، يعني ارتفاعه مش عالي قوي عن الارض او عن الميه، بس بيبقى حلو قوي. الميه لما بتيجي بتعدي تحتيه، شايفين الميه نقيه وصافيه ازاي. الميه هناك بجد تحفه، وشكل الصخور البعيده دي في وسط الميه كده شكلها حلو، ولون الميه ازرق وجميل ازاي. بجد المكان هناك والطبيعه ممتعه. الصخره اللي في وشنا على طول اللي هي في وش الكوبري دي على طول هي حمام كليوباترا. لما نوصل هناك هنشرح شويه بالتفصيل. شايفين الميه جميله، لما بتضرب في الصخور كده بتبقى جميله جدا، حتى للعين ممتعه بجد جميله قوي. والصخور زي ما بقول لكم هي لونها غامق، لكن الميه نقيه ونظيفه جدا، شكلها بجد حلو قوي. مطروح بيطلقوا عليها مدينه الفيروز، وفعلا هي حرفيا كده. يعني انا بجد عجبتني قوي، زي ما قلت لكم في الفيديو الاول سمعت عنها كتير او الناس حكت لي عنها كتير راحوها، بس ما قالوليش عن جمالها كده، ما وصفوا يعني مش وصفولي جمالها كده. طبعا انك توصفي حاجه وتروحي المكان وتشوفيه دي حاجه تانية. بجد استمتعت جدا بالرحله دي. مدينه مطروح مدينه جميله قوي، وكل حاجه فيها حلوه، كل حاجه فيها ممتعه. بصوا الميه اهي لما الموجه بتيجي بتبقى اهي بتمشي تحت الكوبري ازاي، يعني بنبقى ماشيين وشايفين الميه بتمشي تحتينا. بجد حتى يعني المشي كده على الكوبري ده بيبقى حتى ممتع، يعني لغايه ما نوصل كده للصخره اللي هي فيها حمام كليوباترا، هي قدامنا على طول اهي. الفتحه اللي في النص دي هو ده الحمام، يعني فيه هو سلمتين كده بس ينزلوا لتحت. شايفين شكل الصخره اهو، السلمتين بينزلوا لتحت، كان ده الحمام بالظبط. ممكن حد ينزل فيه بس برضو خطر، علشان ما شجعش حد ينزل. التصوير هنا بقى كده من فوق الصخره، يعني كده من فوق الصخره جاي من ناحيه الشمال، دي بقى صخره من فوق خالص، لكن برضو التصوير ده من فوق، وهنشوف كده لما الكاميرا تلف اهو الممشى البعيد ده اللي احنا كنا ماشيين نصور فيه، ده الكوبري اهو او الممشى الزجاجي. كده بقى خلاص طريق العودة. طبعا استمتعنا جدا في حمام كليوباترا ده. كده طريق العودة، برضو الشواطئ دي او الشط ده او المكان اللي احنا فيه ده اسمه شاطئ الأبيض. وشاطئ الأبيض ده من الشواطئ الجميلة قوي قوي في مطروح برضو، ونظيف جدا زي ما احنا شايفين اصلا الشكل من بره ازاي. هو احنا كنا هننزل الشط ده بس اليوم ده كان يعني الموجة عالية جدا فما قدرناش ان احنا ننزل، بس هو فيه بلاجات كتير، يعني واحنا شايفين كل فتحات دي بلاجات نقدر ننزل فيها، بس عشان الموجة عالي فما رضيناش ننزل اليوم ده. بس المنظر شكل المية تحفة ازاي، والبلاجات نظيفة وبجد ممتعة جدا. هتقدر تستمتع انت وعيلتك وولادك واصحابك وكل اللي معاكي في الرحلة. ما تنسوش بقى تعملوا لايك. طبعا انا عارفة ان الفيديو ممتع وجميل واكيد عجبكم لان مطروح جميلة. اعملوا بقى لايك للفيديو واعملوا لي كومنت حلو كده، او لو عندكم اي سؤال في يعني اللي مطروح ممكن تكتبوه لي في الكومنتات، ده هيساعدني جدا. طبعا برضو اعملوا شير للفيديو، ولو انتوا اول مرة تشوفوا القناة اتمنى تنزلوا تعملوا اشتراك وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصل لكم اشعار بكل فيديو جديد. وهسيب لكم الفيديو الجزء الاول بتاع رحلة مطروح في صندوق الوصف علشان اللي ما شافهوش يشوفوا. في فسح وشواطئ بجد جميلة ومناظر حلوة قوي قوي، بشجعكم انكم تشوفوه. كمان بشجعكم انكم تروحوا مطروح كمان، هتتبسطوا جدا بجد.
بعد كده بقى هنشوف الفسح بالليل والأماكن في مطروح وشوارع مطروح، وقدام البحر كده الجزء اللي قدام البحر ده شكله عامل ازاي. بجد مطروح جميلة قوي. هنا بقى الفسحة بالليل او التمشية بالليل في مطروح. مطروح مدينة جميلة قوي قوي. اللي قدامنا ده هو الطفطف، هو الطفطف في مطروح بشكلين، ده شكل منهم الشكل ده، وفي شكل تاني بقى بيبقى حلو قوي بيشد الاطفال اكتر وبيبقى شكله حلو كده، بيبقى لونه احمر وشكله قوي. هنشوفه دلوقتي. ركوب الطفطف ده حلو قوي، انا اصلا بصور لكم الفيديو ده وانا راكبه طفطف برضه. هنمشي كده واحنا ماشيين، اهو الطفطف الشكل التاني، شايفين شكله حلو ازاي، وفي الوان ورسومات بيشد الاطفال. حتى لو تلاحظوا معظم اللي راكبين في الطفطف الاحمر ده معظمه طبعا اطفال مع عائلاتهم. هنمشي كده الناحية اللي انا بصورها لكم دي، يعني انا قاعدة في الطفطف كده وهو ماشي، الناحية اللي بصورها دي ناحية المقابلة للبحر، يعني الجزء اللي ورايا ده يعتبر هو البحر. انا طبعا مش صورت الناحية التانية اللي هي ناحية البحر اللي هي كلها بلاجات وشواطئ، طبعا بتبقى الصبح بلاجات وشواطئ، لكن بالليل بتبقى معمولة كافيتريات كده وقعدات، وبيعملوا فيها فقرات حلوة جدا بتبقى ممتعة بقى للكبار والصغيرين، بيعملوا فيها فقرات للأطفال وفقرات للكبار وأغاني وحاجات جميلة جدا. بس أنا حابة إن أنا أصور لكم الناحية التانية علشان تشوفوا كده مطروح يعني بالليل. الناحية دي كلها اللي هو الوجه المقابل للبحر ده، دي كلها بقى ايه، فنادق ومحلات ومطاعم وملاهي كمان للأطفال، كمان فيها محلات بقى كتير آيس كريم وأكل، وشوارع طبعا فيها شقق وفيها فنادق، وكل المطاعم المشهورة هتلاقوها في مطروح، كل المطاعم العالمية المشهورة هتلاقوها موجودة هنا، وفنادق كتيرة طبعا، وفي مقرات لحجز اليخت والسفاري والحاجات دي، وبتبقى برضو الناحية التانية المقابلة اللي هي عند البلاجات اللي هي على البحر، يعني بيبقى فيها برضو أماكن حجز اليخت واللانش والحاجات دي. شايفين الشوارع نظيفة وجميلة ازاي، والمباني نفسها نظيفة، وفي ملاهي برضو كذا مكان لملاهي برضو كده قدام البحر، ونفس على الشط برضو ورايا في برضو كذا لعبة للأطفال وللكبار كمان، لو حابين طبعا يركبوا او يلعبوا الالعاب دي بتبقى حلوه قوي، بس اللي قلبه جامد طبعا لان كلها معظمها يعني ايه شويه خطر يعني شويه. بصوا المكان نظيف ازاي، فيها فنادق وفيها اماكن حلوه قوي للمبيت، وفيها طبعا انت عادي ممكن تحجزي فيها، او فيها اماكن برضو تبع نقابات يعني لمهن معينه وكده. بصوا المباني جميلة ونظيفة ازاي، والفنادق هناك نظيفة جدا، والغرف حلوة قوي ونظيفة برضو، والشوارع نفسها جميلة. طبعا تقدروا تتفسحوا بقى بالليل وانتوا راكبين طفطف، او تمشية كده، احنا يعني ايام كنا بنتمشى وايام كنا بنركب. فسحة حلوة قوي، ده معسكر بتاع النادي الاهلي بتاع لعيب كبير برضو، بس كان زمان، اسمه حاجة عامر كده مش فاكرة قوي الاسم. بصوا المباني نظيفة وجميلة ازاي. ما تنسوش بقى تعملوا لايك للفيديو وشير، وطبعا لو ليكوا اي كومنت او اي سؤال اكتبوا لي في التعليقات، احب يعني اعرف تعليقاتكم واسمع كمان تعليقاتكم على الفيديو ده والفيديو اللي فات. برضو انصحكم ان اللي ما اتفرجش على الفيديو اللي فات يتفرج، هيبقى تكملة للفيديو ده، او الفيديو ده هو تكملة ليه، في اماكن وشواطئ حلوة جدا ومناظر طبيعية حلوة قوي وصور جميلة جدا وفسح حلوة. زي ما يعني شفنا كان في شواطئ، شاطئ عجيبة، وشفنا رحلة الباراشوت دي بتبقى حلوة قوي، كمان شاطئ الغرام بتاع ليلى مراد حلو جدا. طبعا لو عجبكم الفيديو اتمنى تعملوا لايك للفيديو، وده طبعا جامع كبير برضو على الطريق كده، تنسوش بقى تعملوا شير للفيديو ولايك، واللي ما اشتركش في القناة يشترك. انا عايزة اكبر عدد يشوف الفيديو ده والفيديو التاني علشان يتشجع ويروح
مدينة مطروح أو يعرف شوية عن أماكن أو المدن في مصر. ده آيس كريم عزة طبعا مشهور جدا، فيه ليه كذا محل هناك. أتمنى الفيديو يكون عجبكم، أتمنى أنكم تكونوا استمتعتوا كأنكم رحتوا مطروح بالظبط. يعني أتمنى أكون أظهرت لكم الحاجات الحلوة الجميلة في مطروح، وشجعتكم ان انتوا تروحوا مطروح. يعني اتمنى اني اكون اظهرت لكم ده في الفيديو، واتمنى ان الفيديو يكون ممتع بالنسبه لكم زي ما كانت الرحله كلها ممتعه بالنسبه لنا، واتمنى اكون صورت لكم كانكم رحتوا المكان. متنسوش بقى تعملوا لايك للفيديو واشتراك وتفعيل الجرس على الكل، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، وباي باي.